طب تعالوا نشوف رامي، تعالوا نشوفه عزام وهو بيطالب بمنع الهواء والماء عن قطاع غزة، هل يصح هذا؟ هل يجوز هذا؟ أساس أنه في قوة مسلحة سيطرت على البلد بقوة السلاح ويجب محاصرتها. يومتها البعض اتهمني واختلف معي، علما أفكاري من أحد شخصيات غزة الهامة، بديش أقول اسمه الآن عشان ما استأذنتوش، وكان وزير لفترة طويلة ورئيس إحدى النقابات لفترة طويلة ومن كبار شخصيات غزة، في حينها قال يجب قطع الهواء، وأنا اقتنعت بهذه الفكرة لكن رفضت. ولما اتخذت الإجراءات أنا سألت طب لماذا تأخرتم؟ الآن في قاعدة، وأنا أيضا كنت أوصف غزة إقليم بطائرة مخطوفة بعد ما قلت إعلانها. الطائرة المخطوفة الآن في قاعدة في العالم كله، بطل حدا لما تخطف طائرة حدا يفاوض الخاطفين، وإذا ما رضخش بالمفاوضات ما يرضخلوش، إنه إذا ما رضخش وسلم حاله القرار إنهم يهاجموا الطائرة بالقوة، جزء من الضحايا بيكون جزء من المخطوفين. يا عزام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.